مساء النور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. نشكر الصين التي وقفت إلى جانبنا في المحافل الدولية. السيدة الأولى أسماء الأسد تجري لقاء حواريا في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين، والطلبة الصينيون يبدون اهتماما بمعرفة سوريا أكثر. إيران تطور درونز هجينة وتحذر من الرد السريع على أي عدوان. مظاهرات حاشدة في أرمينيا ضد تقاعس يريفان بالرد على عملية باكو في كاراباخ. أكد دبلوماسيون روس أن زيارة الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية الصين الشعبية مؤشر على تمسك سوريا بقرارها الوطني المستقل، مشددين على أنها تمثل صورة من التوجه الجديد في المنطقة الساعي نحو بناء علاقات أكثر عدلا وإنصافا لبلدانها. وقال نائب رئيس مجلس رابطة الدبلوماسيين الروس السفير أندري باكلانوف في لقاء مع وكالة سانا، قال أن زيارة الرئيس الأسد إلى الصين والمباحثات مع قياداتها تشكل عنصرا جديدا في تطور الوضع في الشرق الأوسط. وفي مقابلة مماثلة قال مدير معهد القضايا الدولية المعاصرة التابع للأكاديمية الدبلوماسية لوزارة الخارجية الروسية، عضو مجلس السياسة الخارجية والدفاع في روسيا السفير ألكسندر كرامارينكو، قال إن المرحلة التي اعتبرت الولايات المتحدة فيها الشرق الأوسط منطقة نفوذ لها ولت إلى غير رجعة. في بكين تحدث الرئيس الأسد في مقطع بثته مجموعة الصين للإعلام ضمن لقاء أشمل عن مشاعره لدى دخول الوفد الرياضي السوري المشارك في دورة الألعاب الآسيوية 19 في مدينة خانتشو الصينية. طبعا أنا أذكر هذه اللحظة بشكل دقيق لأنها لحظة مؤثرة، عندما هتف الشعب الصيني أو الجمهور الصيني في الملعب لدخول الفريق السوري، وهذا يعني الكثير في مثل هذه الحالة لأنها لحظة عفوية. هذا هو الشعب الصيني، وأحيانا نعتقد بأننا بسبب المسافات نبتعد عن بعضنا عاطفيا. هذه اللحظة كانت كافية لتقول بأن الصين وسوريا على المستوى الشعبي هما قريبين من بعضهما البعض. لكن بالنسبة لمستخدمي الإنترنت وحول هذا الحدث بالذات، أنا أريد أن أوجه شكر لهم على اهتمامهم وعلى التعليقات التي قرأنا بعضا منها وكانت مؤثرة جدا، وعلى معرفتهم لعلاقة سوريا بالصين التاريخية والحديثة ولما يحصل في سوريا، وعلى محبتهم لسوريا. ولكن تحديدا بالنسبة للافتتاح بالذات، فأنا أريد أن أقول بأن الرسالة التي وصلتنا عبر الافتتاح وعبر مواقع التواصل الاجتماعي هي تتقاطع أو ترتبط ببعضها البعض، هي عظمة الصين. أجرت السيدة الأولى أسماء الأسد لقاء حواريا مع طلاب الدراسات العربية في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين حول اللغة والعلاقات الإنسانية والثقافية بين الدول، وذلك بحضور عدد كبير من الأساتذة والطلاب وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في الصين. هذا وتميز الحوار الذي دار بين السيدة الأولى والحضور انطلاقه من مفاهيم ومبادئ مشتركة تجمع سوريا والصين على المستويات الأخلاقية والثقافية والإنسانية والوطنية.
تساو تشون هاو. السيدات والسادة الحضور، من دمشق أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ إلى بكين عاصمة أقدم الحضارات، من سوريا مهد الأبجدية الأولى إلى الصين موطن إحدى أعرق اللغات واللهجات وأكثرها تنوعاً، أقف معكم اليوم وتغمرني مشاعر الامتنان والفخر، امتنان للحفاوة التي قابلتموني بها، وفخر بكم لقدرتي على مخاطبتكم اليوم بلغتي الأم وقدرتكم الكبيرة على فهمها. إن حديثي أمامكم اليوم عن اللغة العربية في واحدة من أهم وأقدم جامعات الصين يعكس تلك العلاقة الراسخة التي جمعتنا تاريخياً وثقافياً منذ أن سارت قوافل طريق الحرير بين الصين والشام قبل آلاف السنين. ولذا فإننا حين نتحدث اليوم عن تدريس اللغة العربية هنا بكل هذا العمق والشغف، فنحن لا نتحدث عن تعلم للقواعد والمفردات فقط، بل عن لغة هي جزء من التنوع الثقافي والاجتماعي المشترك بين حضارتينا منذ الأزل. الحضور الكريم، لا شك أننا جميعاً نواجه نفس محاولات طمس الثقافات الوطنية للشعوب عبر وسائل متعددة في الشكل، واحدة في المضمون، عنوانها التطور والحداثة، مضمونها ذوبان الهوية والانتماء، والسلاح الأقوى لتحقيق ما سبق هو ضرب لغات الأم للشعوب والنظرة المتخلفة لمن يتمسك بها، فاحتلال اللغة هو السبيل الأقصر إلى احتلال الوعي وبالتالي احتلال القرار المستقل وتهتيك المجتمعات ومحو هويتها وتفردها. وما تلك النماذج المشوهة من اللغات الهجينة التي نشهدها اليوم سوى أحد تجليات الليبرالية الجديدة؟ فكما العبث بالجنس البشري وتهجينه وخلق جنس ثالث منه، يأتي العبث باللغة وتهجينها وخلق جنس ثالث منها، فكلا الفعلين أساس وجوهر الليبرالية الحديثة، من الجنوح الأخلاقي إلى فرض مفاهيم شاذة ومنحرفة عن صورة الأسرة السليمة بما يخالف الفطرة البشرية. السيدات والسادة، إن اللغات لا تحيا إلا بالتجدد والاتصال بالآخر وبمواكبة علوم الحاضر ومصطلحاته، فاللغة نسخ الإنسان، والإنسان كائن مجتمعي لا ينمو وحيداً منعزلاً. ولذلك فإن الدعوة للفخر باللغة الأم والتمسك بالتراث الثقافي الوطني وإحيائه لا يعني دعوة انعزالية ضد الثقافات الأخرى، بل على العكس هي دعوة للتمسك بالجذور بيد والتواصل المعرفي والثقافي مع الآخرين باليد الأخرى، حيث انفتاح الشعوب واحترامها لنفسها وغيرها وصولاً إلى النمو البشرية ورفاهها. وهذا هو جوهر مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين منذ عقد من الزمن. ولعل أكثر ما يثير الإعجاب في التجربة الصينية
هو ذلك التطور التقني والعلمي المذهل الذي حققته الصين وشعبها، مع كل تمسك بالشخصية الثقافية والحضارية الفريدة، وحفاظ على التراث وصون للغة والهوية. فأعطت نموذجاً للتطور دون التبعية، والتحضر دون الذوبان، والنمو دون المساعدة، والارتقاء الاقتصادي بكامل الكرامة الوطنية. هنا يكمن دور المؤسسات الأكاديمية والثقافية، ومنها كلية الدراسات العربية في جامعتكم العريقة، والتي لا يسعني وأنا أقف على منبرها إلا أن أحيي الأب الروحي للغة العربية الأستاذ عبد الرحمن ناجون، وأن أثمن جهود القامات الفكرية الصينية الأخرى التي أغنت وأغنيت من مجمع اللغة العربية بدمشق، أقدم مجمع علمي عربي. وبالطبع لا أنسى الأديب والشاعر السوري سلام عبيد، الذي وضع مع نخبة من الأساتذة الصينيين أول قاموس للغتين العربية والصينية، وغيره الكثير من القامات الثقافية السورية. السيدات والسادة الحضور، إن الدول العريقة المتمسكة بتاريخها الحضاري والإنساني، الفخورة بهويتها ولغتها، الرافضة للخنوع والتبعية، كانت ولا تزال مطمعاً للمستعمرين منذ آلاف السنين وحتى اليوم. وهكذا سوريا بلادي، اللي خاضت حرباً ولا تزال دفاعاً عن وجودها وحرية قرارها، حماية لتراثها الذي حاولوا تدميره، وصوناً لشعبها الذي لا يزال شامخاً ثابتاً، يبني ما تهدم، يزرع ما احترق، ويتطلع لمستقبل مشرق مهما كان الحاضر صعباً. ومن هنا، من هذا الصرح العلمي الحضاري الذي خرج مئات الدبلوماسيين والسفراء والمستشارين السياسيين، لا يسعنا إلا أن نشكر الصين التي وقفت إلى جانبنا في المحافل الدولية، وساهمت في منع مشاريع كانت ولا تزال تحاك ضد الدول المستقلة. أخيراً، أشكركم جميعاً على محبتكم للغة الأم، اللغة العربية، وعلى شغفكم لتعلمها، وعلى قدرتنا اليوم أن نتواصل عبرها. فاللغة طريق ربط قديماً بين حضارتينا، ويتجه اليوم نحو مستقبل أبنائنا المشرق بكل تطوره وحداثته، لكن دون تنازل عن المبادئ والأخلاق. ذلك أن اللغة تحمل معها كبرياء المجتمعات وكرامتها، ولا شك أن الصين وسوريا تحملان من الكبرياء والكرامة الكثير. كان تشينين دالينغتين، شكراً لإصغائكم.
قال السفير بسام صباغ في كلمة سوريا أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة وتركيا تواصلان دورهما التخريبي وانتهاكي سيادة سوريا عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي، مؤكدا أن النهب الأمريكي الممنهج لثروات الشعب السوري تسبب في حرمانه من موارده، إذ تجاوز إجمالي خسائر القطاع النفطي 115 مليار دولار. إن سياسات الفوضى الخلاقة التي تبنتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في منطقتنا لخدمة مصالحها الجيوسياسية والأنانية قد قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، حيث عملت على افتعال المشاكل وتضخيمها لإشعال التوترات ومن ثم النزاعات، وأنفقت مليارات الدولارات لهدم وتدمير المنجزات التنموية التي تحققت على مدى عقود، وساهمت في بروز ظاهرة التطرف والإرهاب كتنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين. لليوم الثالث على التوالي حولت قوات الاحتلال مدينة القدس إلى سكنة عسكرية فيما اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين باحة المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وتعيش مدينة القدس وبلدتها القديمة أجواء المنع والتضييق العسكري لحساب احتفالات المستوطنين بما يسمى يوم الغفران. يوم تطهير الذنوب عندهم يحتفون به ويحيونه، وكلهم آمال بأن تغسل خطاياهم، وهمين أنه كلما ازدادت عنصريتهم وسلوكياتهم الاستفزازية كلما ازداد إيمانهم. عبادة هكذا أسموها اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في عيد الغفران، لطالما ارتبطت أعيادهم بما يشبههم ويشبه تعديهم على ما ليس لهم. اقتحموا البلدة القديمة في القدس المحتلة، قطعوا الطرق ونصبوا الحواجز وأغلقوا الأبواب بعد أن أمنوا اقتحام أكثر من 500 من مستوطنيهم باحات الأقصى. المشهد في القدس المحتلة يجسد عصيانهم حتى لما يعتقدون به، يدعون أن في عيد غفرانهم تتوقف الأعمال الدنيوية في الوقت الذي يهرعون فيه إلى ما يجسد قلقهم وخوفهم، لينشروا رجال شرطتهم وقواتهم المدججة بالأسلحة استعداداً للاحتفاء. يتسلحون بالقوة، يدعون الإيمان، يصفون الاعتداء على الغير بالعبادة، يمنعون أصحاب الحق والأرض من مزاولة أشغالهم ليحتفوا، ولم يدركوا أن للحجارة ذاكرة وللشوارع أعين وللمدن أهلها. تواصل إيران تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة ذات المحركات التوربينية، بينما طورت نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة الهجينة التي يمكنها الهبوط والإقلاع على اليابسة أو على سطح الماء. وأشار تقرير نقلته وكالة سبوتنيك إلى أن الطائرة المسيرة الإيرانية الهجينة مزودة بمحركين ويمكنها تنفيذ مهام استطلاع تصل إلى 15 ساعة. بالمقابل نوه التقرير إلى تصريح سابق لقائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن قواته البحرية طورت طائرات مسيرة، مشيرا إلى أن هذا التطور يمثل تحذيرا لواشنطن وحلفائها حتى لا يقدموا على أي أفعال عدوانية ضد إيران وفق تعبيره. أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي اتصالا هاتفيا بحثا خلاله الوضع في إقليم ناغورنو كاراباخ،
بحسب ما أفادت وكالة تاس الروسية. وتركز الاتصال حسب الكرملين على أهمية حل جميع القضايا في كاراباخ عبر السياسة والدبلوماسية. وشهد الإقليم الذي يقع على مثلث حدود أذربيجان، أرمينيا وإيران في الأيام الماضية شهد اشتباكات انتهت باتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية. بالمقابل أفاد الكرملين أن بوتين ورئيسي ناقشا خلال الاتصال الخطوة اللازمة لضمان انضمام إيران إلى بريكس. إلى ذلك، واجهت السلطات الأرمينية مظاهرات واسعة خرجت احتجاجا على ما وصفه الغاضبون بتقاعس الحكومة بالرد على العملية العسكرية التي أطلقتها باكو في إقليم كاراباخ. هذا واعتقلت قوات الشرطة الأرمينية 142 شخصا على الأقل خلال احتجاجات الأيام الماضية. وجرت هذه التطورات بعد أيام من توقيف 11 شخصا بالقرب من مبنى الحكومة الأرمينية وخمسة آخرين بالقرب من السفارة الروسية في يريفان. رفعوا شعارات مناهضة لأداء الحكومة الأرمينية تجاه ما يجري في الإقليم، معتبرين أن ذلك تقاعسا. أكد سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف أن رفض الخارجية الأمريكية إدانة تكريم البرلمان الكندي لأحد النازيين الأوكرانيين يمثل وقاحة وإهانة لذكرى الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية. من جانبه، علقت الأمم المتحدة على فضيحة تكريم برلمان كندا للمحارب السابق في قوات SS، وقالت إنها تعارض أي تكريم للأشخاص المتورطين في أنشطة النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. يأبى التاريخ إلا أن يكرر نفسه مهما تغيرت اللعبة وقواعدها. النازية، الفكر الذي يعيد للأذهان اسم هتلر ومجازره، يذكر روسيا دون سواها بأن حربها العظمى لم تنتهي بنهاية الحرب العالمية الثانية، بل الصراع مستمر وإن بدلت السنون الأسماء والوجوه. ياروسلاف هونكا، أحد المحاربين القدامى، ينحدر في تاريخه العسكري من الحرب العالمية الثانية. يقدم العجوز البالغ من العمر قرابة 100 نفسه على أنه مقاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس. يرى هونكا نفسه بطلاً عتيا، لعله يعتقد أنه مر من الوقت ما هو كفيل بشفاعة الماضي، وأن ما قد حصل حينما كان مقاتلاً في فرق الـSS المشتركة بعدد من فظائع المحرقة التي أدانتها محكمة نورنبرغ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والمحكوم عليها بكونها منظمة إجرامية. يعتقد الرجل أنه استجد بعد ذلك ما قد يجعله يظهر كبطل، ويكرم بكل تلك الحفاوة التي وجدها في مجلس العموم الكندي خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. لكنها، وبعد التحرك الروسي، غلطة ندم عليها رئيس المجلس، مقدم الحفل نفسه أنتوني روتا، الذي اعتذر عن دعوته المحارب النازي السابق مبررا فعلته أنه لم يكن على علم بانتماء هونكا إلى قوات الـSS. مكتب رئيس الوزراء الكندي نفى أن يكون ضالعا في الأمر. عاصفة من الجدل والاستنكار في الوسط السياسي الكندي والروسي أثارها التكريم، فبينما طالبت السفارة الروسية في كندا المعنيين بتوضيح قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، موجة من الانتقادات طالت البرلمان الكندي معتبرة ما حصل فضيحة كبرى، لتعلن الأمم المتحدة رفضها الإجراء داعية منفذيه للاعتذار. نحن نحارب بالطبع أي تكريم للأشخاص الذين شاركوا في أنشطة النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية. مثال الرفض حول التحية والتكريم تمثل بكونها تمت بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأمر الذي يراه محللون انعكاساً لمسار الرجل الأيديولوجي، وهو أمر لطالما ألمح إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين اتهم الأوصياء الغربيين بتعيين يهودي مثل زيلينسكي على رأس أوكرانيا الحديثة لإخفاء نسعة لتمجيد النازية والتستر عليها. وجه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول تحذيراً شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية، قائلاً أن النظام سيتم القضاء عليه من قبل التحالف بين سول وواشنطن إذا استخدم الأسلحة النووية. وقال يون إنه يتعين على النظام الكوري الشمالي أن يدرك بوضوح
أن الأسلحة النووية لن تكون قادرة أبدا على ضمان أمنه، مشيرا إلى أن النظام الكوري الشمالي يقوم بتطوير قدراته النووية والصاروخية على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي، ويهدد بشكل صارخ باستخدام الأسلحة النووية على حد تعبيره. ولفت في هذا السياق إلى أن كوريا الجنوبية ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان على أساس تحالفها الصارم مع واشنطن، وستؤسس لموقف أمني قوي من خلال التضامن الوثيق مع الدول الشريكة لها. أما مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وتيماء حيدر. مساء الخير تيماء. مساء النور رفا. شكرا. مساء الخير مشاهدينا، مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين. مجلس الوزراء يناقش الإجراءات المتعلقة بتأمين احتياجات القطاعات الحيوية من مادة المازوت وضبط الأسواق. أمريكا ومؤسساتها مهددة بالشلل، بدء العد التنازلي في واشنطن لتجنب إغلاق مؤسسات فيدرالية. أهلا بكم. استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية الخطط الموضوعة والإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين الاحتياج الفعلي من مادة المازوت لمختلف القطاعات الحيوية التي تشمل النقل والزراعة والمشافي والاتصالات والموارد المائية والتدفئة المنزلية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المحلي والنقابات ومختلف جهات القطاع الخاص في إحداث التنمية على المستوى المحلي والاستثمار الأفضل لمقومات كل وحدة إدارية من خلال إطلاق مشروعات صغيرة وأسرية في مختلف المجالات الحرفية والزراعية والصناعية. وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات حصر الديون المستحقة لجهات القطاع الخاص وترتيب أولويات سداد هذه المستحقات. وناقش المجلس أيضا مشروع الصك التشريعي الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجانا، كما ناقش الإجراءات والتحضيرات لتسويق محصول الحمضيات. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة ب 11200 ليرة للدولار الواحد. ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو ب 11860 ليرة و80 قرشا لليورو الواحد. هذا وأصدر المركزي تعميما بخصوص الحدود العليا لبعض العمليات أو الخدمات المصرفية، بالإضافة لبعض المحددات الخاصة بالعمولات. ويضمن التعميم التزام المصارف بالعمل على تصميم منتجات مصرفية لشرائح معينة من العملاء وفق سياسة كل مصرف، تتضمن باقة من الخدمات المصرفية بحيث يتم اعتماد عمولة محددة تشمل تكاليف الخدمات التي تتضمنها الباقة. بلغ إجمالي إنتاج الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية منذ بداية العام ولغاية شهر آب الماضي ما قيمته حوالي 186 مليارا مقابل حوالي 271 مليارا بالمخطط، ومعدل تنفيذ قدره 69%. وبين تقرير عمل المؤسسة أن قيمة المبيعات الإجمالية للشركات بحسب التقرير الإنتاجي للمؤسسة بلغت أكثر من 184 مليارا بالمخطط ومعدل تنفيذ قدره 68%، بتزايد قدره 174% بالقيمة عن الفترة نفسها من العام السابق. بعد 4 أشهر من تجنب عجز كارثي على سداد الديون، يبدو اليوم أكبر اقتصاد في العالم على حافة أزمة مالية كبرى، مع نزاع مرير بين الديمقراطيين بزعامة الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس بشأن تصويت على ميزانية الحكومة الفيدرالية. ويأتي ذلك وسط تحذيرات وكالة موديز من أن التصنيف السيادي للولايات المتحدة في خطر.
تقترب الولايات المتحدة مسافة أيام من الإغلاق الحكومي 22 خلال 50 عاماً الماضية، حيث بدأ ملايين الأمريكيين العادة العكسية لتوقف الرواتب والإعانات الاجتماعية عند ليل السبت المقبل، مع اتجاه الأمور في الكونغرس نحو إغلاق المؤسسات الحكومية بعد عرقلة جمهوريين يمينيين مساعي كيفن ماكارثي لتمرير مشروع قانون للإنفاق قصير الأمد واكتفاء بايدن بإلقاء اللوم عليهم. عندما يحين الوقت العصيب نأمل أن يتحرك الأشخاص الذين ظلوا طوال هذا الوقت يلومون الجميع على التحرك. يبدو الأمر كما لو أنهم يريدون أن يقودوك إلى الإغلاق ثم يلومونك عليه. نظرياً أطلقت وكالة مودس أولى التحذيرات بشأن تداعيات الإغلاق على تصنيف أمريكا السيادية بعد شهر واحد فقط من خفض وكالة فيتش تصنيفها على خلفية أزمة سقف الديون. أما عملياً فإن تمويل الحكومة الذي يتم عادة من خلال 12 مشروع قانون كمخصصات سنوية مهدد اليوم بأن يصاب بالشلل، وتبعاً لذلك فإن الحكومة بمعظمها لا تستطيع أثناء فترة الإغلاق إنفاق الأموال، كما ينطوي على مخاطر سياسية على بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024، هذا كله عندما يحين الوقت العصيب. هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا يريدون الالتزام بشروط الاتفاق، وسيضطر الجميع في أمريكا إلى دفع ثمن ذلك. إذا لم يبدأ الجمهوريون في أداء عملهم، فيجب أن نتوقف عن انتخابهم. أثبت الجمهوريون اليمينيون أنهم على استعداد لاستخدام المواعيد النهائية المحورية والتهديد بوقوع كارثة اقتصادية لانتزاع تنازلات سياسية من بايدن، وفي بعض الأحيان للضغط على قادة حزبهم، وهو ما أعطى زخماً لمنشور الرئيس السابق دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال الذي قال فيه: إن لم تحصلوا على كل شيء فأغرقوها، في إشارة إلى المؤسسات الفيدرالية. وإلى أوروبا، حيث ارتفع سعر الفائدة على السندات الحكومية الفرنسية لعشر سنوات من 0.4 إلى 3.3%، وهو انهيار تاريخي في الأسعار بحسب تقارير صحفية. في السياق قال محافظ بنك فرنسا إن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي أن يختبر الاقتصاد حتى ينهار، في إشارة إلى أنه يفضل عدم رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك. من السابق لأوانه المراهنة على خفض أسعار الفائدة، حيث تدرس السوق ما إذا كان المركزي الأوروبي قد وصل إلى أسعار الفائدة القصوى. يجب أن نبقى عند هذا المستوى لفترة طويلة بما فيه الكفاية، والمراهنة الآن على التخفيض التالي ربما تكون سابقة لأوانها. ومن جهتها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة طالما اقتضت الضرورة. هذا وقالت لاغارد في وقت سابق إن خفض الفائدة ليس مدرجا على جدول أعمال البنك، لتدحض رهانات السوق بأن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024. Inflation continues to decline but is still expected to remain too high for too long. تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة طالما كانت ضرورية لكبح أسعار المستهلكين. رغم معاناة الاقتصاد لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات. إن قراراتنا المستقبلية ستضمن تحديد أسعار الفائدة الرئيسة للمركزي الأوروبي عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية. أخبار الاقتصاد انتهت، شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى وفاء. شكرا، يعطيك العافية. تين الله يعافيك. توفي أكثر من 900 شخص إثر إصابتهم بحمى الدنك، من بين نحو 200,000 حالة تم تسجيلها في أنحاء بنغلاديش حتى الآن خلال العام الجاري، حسب ما أظهرت بيانات صدرت عن المديرية العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة البنغلاديشية. البلدان الفقيرة عادة ما تكون الأسوأ حظاً
في تفشي الأوبئة والأمراض القاتلة في جنوب شرق قارة آسيا، وفي بلد نهرية منخفضة تكثر فيها مستنقعات الغابة، الدولة السابعة على العالم من حيث عدد السكان، والتي تدخل أيضاً ضمن الدول شديدة الكثافة السكانية، الأمر الذي يودي بحياة قاطنيها في حال غزو أي وباء أو جائحة. عن بنغلاديش يتحدث الإعلام اليوم، وعن تفشي حمى الضنك بين سكانها. من الواضح أن بيئة بنغلاديش الجغرافية ساعدت حمى الضنك على سرعة الانتشار بسبب كثرة مستنقعاتها الجاذبة بطبيعة الحال لحشرات البعوض. أكثر من 900 شخص توفوا إثر إصابتهم بحمى الضنك، من بين 187,725 حالة تم تسجيلها في أنحاء بنغلاديش خلال العام الجاري، حسب ما أظهرت بيانات صدرت عن المديرية العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة. كما تم تسجيل 16 حالة وفاة أخرى ناجمة عن الإصابة بحمى الضنك، و3,008 حالات إصابة بالمرض خلال 24 ساعة الماضية. حمى الضنك عدوى فيروسية لها أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، تنقل بالبعوض وتنتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم. يتسبب هذا النوع من المرض في الإصابة بحمى شديدة، ويمكن أن يؤدي إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم وإلى الوفاة. يعمل الباحثون على إيجاد لقاحات لحمى الضنك، أما في الوقت الحالي فأفضل طريقة لمنع العدوى في المناطق التي تشيع فيها هذه الحمى هي تجنب لدغات البعوض واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من أعداد البعوض. وتعد فترة الرياح الموسمية من حزيران يونيو إلى أيلول سبتمبر هي موسم حمى الضنك في بنغلاديش، التي تعد دولة معرضة بشدة لخطر الأمراض التي ينقلها البعوض. وفي النشرة مشاهدينا بقي التذكير بأبرز ما جاء فيها. نشكر الصين التي وقفت إلى جانبنا في المحافل الدولية. السيدة الأولى أسماء الأسد تجري لقاء حواريا في جامعة الدراسات الأجنبية في بكين، وطلب الصينيون يبدون اهتماما بمعرفة سوريا أكثر. إيران تطور درونز هجينة وتحذر من الرد السريع على أي عدوان. مظاهرات حاشدة في أرمينيا ضد تقاعس يريفان بالرد على عملية باكو في كاراباخ. شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.